بدر حاتم. سلام المسيح سلام المسيح، أهلا يا بدر. بقلبك وبقلبي وبقلب كل الإخوة بكنيسة الرب. آمين آمين. أمين. أخت ماجي، أنا بعثت لك مرتين أعرض خدماتي، ومرة بالآخر كتبت له ليش خايفين يا عمي؟ ما أنتم معكم الروح القدس بيشتغل. بنشوف هلا خايفين. يمكن انت بدك تعرض خدماتك ولا جاي تفجرنا؟ بنشوف بدك تخافوا. جالك مني بشارة حلوة كثير. هتقول لي أنا من لبنان. اي اهلا وسهلا. نحن بنشتغل بفك الرؤية. شو بتعمل؟ فك رموز الرؤية. بفك رموز الرؤية بتشتغلوه؟ صحيح. قد ايه بتقبضوا؟ ولا فرنك. ها اي كيف بتفكوها؟ هلا انت بدك. لا انتبهي. شو نحن شو الخط اللي انت فيه. كلام كثير كبير اللي عم تقوله انت. شو بيشتغل اكيد بفك رموز الرؤية؟ شو هي؟ اكيد اكيد اعطي لنا فك رموز الرؤية، وفي رسالة حابين نشاركك فيها. نحن اول من حطينا على شو الفيسبوك طائفتك؟ وبعدين شو طائفتك بدر؟ مسيحي شو طائفتك؟ مسيحي. شو يعني بتروح على كنيسة مكتوب عليها مسيحي؟ لا مسيحي اه نو ماروني شو كنيستك؟ مسيحي. شو اسمك كنيستك؟ ما بروح على كنيسة. ها بتفكوا الرموز بالبيت ولا بتجتمعوا مع بعض كأخوة؟ نحن أخوة. جماعتك شو اسمها؟ شوفي شفت ليش بيكونوا ما ردوا عليك؟ لأنه نحن كتير صريحين. ايه، شوفي نحن ايه اول من حطينا على الفيسبوك جملة بعثت لك اياها اس ام ان ام اس اس ام ايه اس، ما ايه بعرف اذا وصلت لإلك. ايه نحن وعم نشتغل على 3 ليالي نكون عم نحكي مع بعض، يمرق اسمك. عم قلها للاخت رؤية ماجي، رؤية ماجي، طولي بالك. قلي ليش عم تقلي ماجي؟ قلها مين عم بيقول لك ماجي؟ يعني نحن على الهوا وعم بحكي بجرأة، انتبهي. عم ايه قلها مين عم بيقول لك ماجي؟ اللي انت قلت لها ممكن يمكن نشرك اختنا ماجي بالمواضيع اللي نحن فيها. هلا نحن لما حطينا على الفيسبوك، وحدة وحدة علي بدر، شو جماعتك اسمها؟ ما بدك لا تشركني بشي، لا بدي لا أعرف ما أنتو بدي، مين؟ أنت ما بدي، بتعرفني، أنا ما ما بدي، بعرفك. ما بدي اشركك تفوتي معنا، انتبهي. شو لك؟ نحن حطينا جملة على الفيسبوك ومفروض هيدي الصلاة تتعمم، ما قلنا إلا أنت تقدري تعمميها. من ثمارهم تعرفونه، مظبوط؟ أنا أول من أنزل على الفيسبوك حسب ما أعطي لأنا نسجد لعظمة مجد اسمك القدوس بالروح والحق. بعثت لك إياها شو بيقولوا لي على الفيسبوك؟ ما بهم ماسنجر. أوكي. ومعنا أشياء تانية، إذا بتحبي أنت بكنيستك وعلى مستوى واسع تنشريها، وإذا بدك شيء أشياء أداء تحت الهواء نحن مستعدين. بس هيدا اللي عم الجملة اللي قلتها، نسجد لعظمة اسمك القدوس نسجد بالروح والحق، لعظمة شو مجد بتضيف؟ شو اسمك. بتضيف للإيمان المسيحي؟ لحظة، يعني اليوم إذا نشرناها، لا هيدا الكلام اللي انطلب منه. مين طلبه منك؟ هلا اذا بدك تقولي لي من مين تحت الهوا مستعد فوتك بكل التفاصيل لا وبكل انت الاوقات. اي اسمعني اسمعني يا بدر، اليوم نحن تفضل. طالعين لايف وانا بحترم عمرك وبحترم مسيحيتك وبحترم انك عم تحاول تعمل شيء للمسيح. ماني بصدد اني احكم عليك او على الروح اللي فيك، بس اليوم هلا الناس ليش حبوا ماجي؟ سالتوا حالكم هالسؤال شي مره؟ اوكي لانه كل شيء بحكيه بصريح العباره وعلانيه. شو اسم كنيستك؟ كنيسه الرب. شو طائفتك؟ للمسيح. ومو انه بقول للمسيح بس انا مخبيه طائفه تانية او جماعه تانية، لا 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 للمسيح. هي نحن كيف منصلي؟ هيك منصلي. بشو منآمن؟ هيك منآمن. ما في شيء اسمه تحت الهوى، ما عندي شيء تحت الهوى غير فوق الهوى. لا اي انا حبيت اقول لك اليوم عن اذا الرؤيه، انت طلعت معي اوريدي، انا ما عندي كنترول مين يطلع معي ومين لا، بس انت طلعت اوريدي وعم تقول بدنا مساعدتك لنشاركك بفكر. اصلا لا فكر لا لا يا مع قلت لك احترامي انا يا بدر، لفتت لك نظرك للرؤيه، قلت لك نحن بنشتغل بفك رموز الرؤيه بس لنال اهتمام تعطيني نسبة وقت لاقدر اشرح لك. نحن طب لن اشرح. معرفين طب ولن قول كل شيء عندك، نتحرك. شو بدك مني؟ نحن اخت ماجي في معنا هيدي الورقه بس كلها يمكن طويله. هيدي الصلاه اللي انطلبت منها تتصلى وفيها من مين تكتب انطلبت؟ من الروح اللي بيشتغل فينا.
طيب شو بتقول الورقة؟ بقول لك من ثمارهم تعرفونها. شو ثمارك؟ بقدر اقرا لك اياها لو سمحتي. اقرا وانت بتحكي. طالما موجودين على ارض الواقع عم تشتغلوا هيك هيك بالناس. اقرا وصلت لعندي وصلت. طيب بتبلش باسم الاب والابن والروح القدوس. نسجد لعظمة مجد اسمك القدوس بالروح والحق. في عنا صلاة التقدير للآب والابن والروح القدس. كم لربي حق علي في خلقه لي ورحمته لي وخلاصه لي. جيت ليها صلاة الشكر للآب والابن والروح القدوس. أشكرك لمن أنت هو عليه. أشكرك لمن أنا عليه فيك. وأشكرك لمن خلقتني أن أكون. يجي من بعد منا طلبي والتسبيحات بقدر بعطيك إياهم بالمزامير مختصرة. إذا بتحبي قلك الطلبة ما في مشكلة. أعطيني الخاتمة. كيف يعني الخاتمة؟ شو آخرتها؟ الرسالة شو خاتمتها؟ في صلاة الطلبة اللي بتقول، تحبي قلك إياها؟ موجز بسيط. هبني أيها الآب الأزلي باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وروحك القدوس القدرة الكاملة على ثباتي في صبري على المسابرة والمواظبة في مواجهة ومقاومة أعدائك المنظورين والغير منظورين، وأن أخرج منتصرا في هذه المعركة باسم محبتك وكلماتك وبركاتك ونعمتك المتجلية في تعاليم يسوع المسيح وأعماله المجيدة وتتمت عمله الفدائي على صليبه المقدس إلى أن أتحد بك أمي. شو اللي جبتوه جديد؟ نعم. يعني شو اللي جبتوه جديد؟ يعني اليوم أنت عم تدعي الناس لصلاة معينة. نعم. هاي الصلاة شو العبارة اللي فيها اللي ما أنا موجودة بالكتاب؟ أنا ما عم أقول مش موجودة بالكتاب. أنا هيدي اللي طلبت منا أنه نحن نصليها. اي اسمعني، طلبت منك إلك. منك إلك، منكم أنت كمجموعة. نحن ما طلبت منا. أوكي. فهي هالصلاة اللي أنا لما سألوا الرب يسوع قالوا له، قال لهم إذا صليتوا قولوا أبانا الذي في السماوات، وعلمنا كيف كان يسجد بالروح والحق اللي عم تطالبوا الناس فيها بيقولوها. فهو علمنا كيف نسجد بالروح والحق، وعلمنا كيف نقول له يا أبي ونطلب منه دغري. فاليوم إذا بدك إيانا نحفظ شيء مكتوب مطلوب منكم وعم تقول من الروح اللي فيكم، أنا ما شفت فيه شيء بيضيف لإلي روحيا. فهمتني؟ يعني اليوم أنا قلت أبانا الذي وحكيت مع أبي السماوي، وأنه الثبات بالإيمان نحن منصلي، الشكر لربنا على كل مراحمه بحياتنا منصليها. فما شفت في إضافة. يعني ليه لحتى تكونوا يعني مثل اللي جاي بده يعمل جماعة بس ما عنده شيء يضيفه؟ فهمتني؟ يعني اليوم لا، أقول لك مثال. بيجوا مثلا الاسلام بلا تشبيه، بيقلنا مثلا نحن اخر الاديان، نحن بدناكم تصلوا هيك، نحن بدنا نرجعكم لله، نحن الى اخره. بقول له هات اعطيني اضافه محمد او القران، ما انا موجوده بالكتاب المقدس. بيسكت. طب اذا ما في اضافه، ليه جاي على حياتي طالبني صلي بطريقتك؟ فهمتني؟ انا صريحه بدر. يعني احنا مش بصدد نعمل جماعه، بس برايك اللي انطلب منا منوط فينا نحن كمجموعه؟ اللي انطلب منك انا ما سمعته، واللي انطلب منك وفق اللي قريته قدامي هلا ما شفت فيه كلام غلط. وفق اللي هلا قلته شو بتعملوا غير هيك؟ ما بقول بتعملوا بس هالصلاه. نعم. رموز الرؤيه. طيب الرؤية بالكتاب المقدس مكتوب إنه هي أصفار مختومة، بيتم فك الختمة بختمه وقت الإعلان. وقت الإعلان يعني وقت الضربة الأولى يفك ختم ويفتح سفر، وقت الضربة الثانية يفك ختم. فالأصفار مختومة، رموز الرؤية مختومة. شو يعني مختوم؟ يعني عليه ختم من الرب الإله بذاته.
يعني عفوا بالكلمة، أنت شو عم تشتغل تفك فيه؟ إذا ما هو الرب الإله فكه بالوقت المحدد ما في حدا يفكه قبل، ما في. مختومة بسفر دانيال، بسفر أشعياء إلى وقت النهاية. برافو عليك، برافو عليك. متى رأيت الرجس؟ يعني أعطيك مثال عفوا لو قطعتك، يعني مثلا ضربة الحرق الشجر اللي هو بسفر الرؤيا رح تحترق الأشجار وإلى آخره وتلت العشب وتلت الشجر، صح؟ فهذا ظل مختوم ل2000 سنة. الكنائس تفسره اللي يقول لك رمزية سفر الرؤيا، بركي قصدهم عن الشجر، يعني طبيعة الناس المثمرة رح يروح تلت الخير تبعهم، وكل كاهن يفسره بطريقة. لوقت جينا قبل كم سنة من عام 2015 لعام تقريبا 2019 وبلشت الغابات تحترق والدنيا شعلت، وصرحوا انه احترق مثلا من الامازون نص الغاب، عفوا تلت الغابة، نعم تلتة بالضبط. هذا عدا عن باقي، طبعا ما في احصائية دقيقة، ولكن فعلا احترق رسمي تلت شجر الارض. ففك الختم، قدرنا نشوف. عنا هلأ الضربة الثانية بسفر الرؤية اللي هو البؤ الرابع، سمة الوحش، لا قبل الثانية اللي هو بالبحار والمحيطات، لأنه تلت الخلائق بدها تموت. بلشت الضربة السنة بلشت الضربة هاي، وبلشنا نسمع عن حيتان وقرش وغيره عم يطلعوا على الشط مثل انتحار جماعي للمخلوقات وغيره. فبلش يفك بعيوننا نحن هالمختوم. قبل كان يقول لك شو يعني، شو بده يقتلهم لتلت مخلوقات المياه؟ اليوم الناس عم تشوفها. فما احترامي لك يا بدر حاتم. اسمك مسيحي؟ حاتم بدر. حاتم بدر، اوكي. حتى يعني ما بعرف انه المسيحية بلبنان بيسموه حاتم بدر. اخت ماجي، شو؟ أنا مش طالع ولا لأنشهر ولا لضيع لك وقتي. إيه لاحظت هيك، احترمتك، بس اللي عم تقوله بعيد جدا عن الطريقة الإيمانية البسيطة اللي روح القدس سكب فينا. لا، إذا بتريدي وبكل محبة، أنا بشير لك كتير وبحضر أفلامك كتير وما عم بطلع بحكي شيء لأنشهر، لا. أنا إذا بدك تحت الهوى، يعني لما أو تبعتي لي إيميل أو شيء، مستعد فرجيكي انه عم نوصل لحلول. هلا ما بدنا نقعد نحن مثلا انه انا وانت، لا، انا وانت نفس الحلول. حلول شو حلول لشو؟ عم نوصل لحلول بالرؤيه، والرب عم يعطينا وعم يدلنا وعم يفرجينا. ما في اذا بالكتاب ممنوع، بيقول الكتاب ما ترتقي فوق ما ينبغي ان ترتقي. خلص الكتاب عم برتقي، ما عم برتقي. طيب انا بس ذكرتك بكلمه انه مختوم الى وقت الرؤيه، لوقت النهايه، وبلش يفكهم بوقت النهايه. بس بدي ذكرك بشغله، متى رأيت الرجس في المكان المقدس؟ أنت نزلت الجائحة على الكنائس وسكروا الكنائس. حتى قادرين نعرف الزمن ونحسبه، يعني ليك قديش دقيقين. ما علي هلأ على الهوى ما كل شيء في يقوله، لأنه مثل ما على الهوى وغير. أنت برأيك متى رأيتم الرجس في المكان المقدس؟ شو تفسيره عندكم؟ لما نسكروا الكنائس وفتحت بشروطهم هني، شالوا المي عن ابواب الكنائس، عطيوا الاربين المقدس جسد الرب، عطيوا بالايد والسلام، منعوا، شالوا المي، روحوا الرب ترفرف على وجه المياه. يعني دخل التنين على الكنائس بشروطه الخاصه، ليستعلن ابن الاسم ويعلن نفسه في المقدس إله لإله. يعني فاتوا بشروطهم هن الخاصة، شالوا المي، شالوا السلام، استبدلوا المي بالجال، عطوا جسد الرب على الإيد، وقع على الأرض، تنجس، رفعت الذبيحة من الكنائس. ولكن بقي في كنائس أخرى ما امتثلت لهيدي النظام. أوكي؟ نحن بلشنا نحسبها حسب الرؤية من هيدا الوقت، بتفرق معنا فصل. اوكي، بس الكتاب بيقول رشة الخراب وين؟ بأورشليم. طب بدي اسالك سؤال، اورشليم مو هيك؟ اورشليم مو هيك؟ اورشليم اي،
شو هي يعني مثلا الوقت اللي بيقول له من انت ايها الجبل امام زروبابل فتصبح كالسهل، الجبل لشو بيرمز؟ الجبل بيرمز للتنين، والجبال اهربوا الذين في اليهوديه الى الجبال الى اجواء الجبال اهربوا الى الاشخاص اللي يعني اليوم لما بنقول بيقول رفعت عيني الى الجبال اصدل التنين، لا يعني كل جبل اليوم بدك تحوله انه هو للشيطان. الجبال مكان سوف يكون حاتم اسمعني انتوا احرار بطريقه ايمانكم، ايماني مختلف. بتشكرك انك بتتابعني، وشكرا انك اليوم معنا بالحلقه. اللي عم تقوله انا من وجهه نظري هذا روح عرافه، انه الانسان اللي هو حابب يفسر بطريقه يعرف فيها المستقبل قبل حدوثه. وعم تقول تحسبوا أيام، إذا الرب يسوع المسيح سألوه قالوا له قيمة الأيام، قال لهم لا يعرف فيها أحد على الأرض ولا الإبن إلا الآب. يعني اليوم جاي أنت تعرف أكثر من المسيح بذاته مثلا؟ لحظة، لا إذا بتريد بتحب أقول لك شو قال لهم، ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة لا الإبن ولا مظبوط اللي قالوا ليس لهم أن يعرفوا. ما هي عمل لك انا قلت لك اياها، اي ولا الابن بيعرف ولا الابن الا الاب. فجاي اليوم تقول انت الابن ما بيعرف بس انا حاتم بدر بعرف. لا اذا بتريدي لا ما بدنا مثلا لا يعني انت هيك حكي، انت هيك ليس حكي. لكم ان تعرفوا غير ليس لكم ان تعلموا، ليس لكم ان تعرفوا يعني لن تتذوقوا طعم هذه الايام، لا انتم ولا انا ولا الملائكة. كيف حكيت لك هيدي؟ حتى الابن ما بيتذوق طعم الايام، ما راح يتذوق العذاب بقى خلص، لا هو ولا التلاميذ ولا الملائكه ختموا واخذ. هذا تفسيرك للكلام، انت ترتقي فوق ما ينبغي ان ترتقي، لانه الكتاب بيقول بصريح العباره لا يعرف الوقت وتلك الساعه، لا قال تتذوقوا حلاوتها ولا مراره ولا عذابها ولا الابن الا الاب. يعني الاب راح يتذوق العذاب حبيبي، دخيل عينك يا حاتم، دخيل عينك يا حاتم. ليس لكم أن تعرفوا، برجع بقول لك بحددها، بس ليس لكم أن تعرفوا أي. ذلك الوقت أي. ولا الابن بيعرف إلا الآب. لا بيعرفوا الترم وبيعرفوا الوقت، بس عم لك ليس لكم أن تعرفوا، لن تتذوقوا هذه الحياة اللي بدها تمر. ما مكتوب هيك. أنت عم تألف آيات صرت، يعني أنت لتلاقي ترقيع لطريقة الشغل اللي بتشتغله بدك تألف آيات ليس لكم أن تتذوقوا، ما أنا مكتوبة هيك. قلت لك ليس لكم أن تعرفوا. ربنا يكون معك. صلي إذا فيكن حدا للرب تتخلصوا من روح العرافة اللي عليكم. سامحني أنت قلت لي اللي عندك. الكتاب واضح، إذا حتى بيقولوا إن المسيح ظهر هون أو هون ما منلحق ولا منتبع، وإذا بيجي حدا ليقلنا نهاية الأيام أو مجيء المسيح بتاريخ كذا كذا عام كذا، نحن عرفنا من قله هذا الروح اللي فيك روح كذب، لأنه المسيح نفسه ما عطى تحديد ليوم معين وساعة معينة، كان بيقدر هو يعطيها وقال ولا الابن إلا الآب. فبدي أتشكر وجودك معي حاتم، رسالتك ما لقيت فيها شيء يضف لنا أبدا. سلام المسيح.